هكذا تواصلنا أيها الحضر الكريم في هذه اللحظات وبهذه التحديات ينطلق شوطنا العشرين المتمم لهذه الانطلاقات ولهذه التحديات القعدان بعدما تابعنا أيضا الأشواط التي عبرت وكانت مهيمنة على التوقيت الزمني. الطيارة سعيد بن سليم العامري 4:23 تهانينا والناموس على التوقيت الأفضل يا بن سليم. هكذا الانطلاق وهكذا التحديات مع آخر الأشواط في هذا الصباح وبهذه الإثارة. ناخذ مقدمة الشوط المركز الأول مع القعدان بلقى على الصدارة الذي يستفتح الندى أيضا ومع المقدمة أيها الحبل الكريم عند محسن بن حمد بن محسن الفلاحي يتقدم مع المركز الأول. المركز الثاني حفتر مع المركز الثاني يقدم أيضا حفتر السهيل بن حمد بن سيف الشامسي خذ المركز الثاني. المركز الثالث بلقى جميل السودي بن مبارك بن يمعة بن كلثم الخيالي خذ المركز الثالث. المركز الرابع شوف الحضور وشوف التقدم في هذه اللحظات. أيضا قحيصي ناصر بن حمد بن سيل الخيلي قدم قحيصي ولد القحيصي يبدو أنه اللي بعده شاهد للمركز الخامس. شوف التقدم وشوف الأبداع في هذه اللحظات من خلال تواجد كفو سعيد بن سلطان بالصريدي الدرعي خذ المركز الخامس. وبعد المركز الخامس ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف التحدي وشوف الإثارة في هذا الانطلاق وبهذا الابداع المستمر ما يقارب حدود 37 مشارك واللي يبنى موس يحرك ما شاء الله. بدينا في الانعطاف وبدينا في الالتفاف نحو خط النهايه ما شاء الله. 1200 يفصلنا عن الوصول وعن العبور نحو خط النهايه والتحديات مستمره ما بين شعارات ابن القبائل في خاتم الاشواط. شوط الختام ما شاء الله. هذا هو التقدم مع الفلاحي على مقدمة الشوط مع المركز الأول. يطلق عنان مغادر مع المركز الأول يقدم مغادر أيضا هناك مبارك بن حمد بن محسن الفلاحي لكن قحيصي غير قحيصي مع المركز الأول في هذا الانطلاق. ناصر بن حمد بن سهيل الخيلي يتقدم بدوره في هذه اللحظات وبهذه التحديات. مشكور يا شفاق على هذه المتابعة مع الهوه قحيصي مع المركز الأول يتقدم بهذا التقدم وبهذا الإبداع المستمر على مقدمة الشوط مع المركز الأول. يتقدم قحيصي ما إن شاء الله تبارك الرحمن على هذا الشكل. سالم سعيد بن عمان المهيري يتقدم بدوره ما يبنى له طاري إلا بهذه اللحظات يقدم أيضا ما إن شاء الله. هذا هو أيضا عاني سالم سعيد بن عمان المهيري مع المركز الثاني في هذه اللحظات وبهذا الانطلاق المستمر. وقحيصي لا 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 مطيع العدود تسلم المركز الأول ما إن شاء الله. هذا هو القحيصي مع المركز الأول. ناصر بن حمد بن سهيل الخيالي ختامها مسك مع قحيصي. تهانينا وناموسه نبعثه من هذه اللحظات لسعادة أيضا حمد بن سهيل الخيالي على فوز قحيصي وحصوله على المركز الأول. لحظات الوصول العبور نحو خط النهاية. المركز الثاني ما إن شاء الله شوف القدوم مع المركز الثاني وتدخل السريع مع اللحظات الأخيرة الفارس أحمد بن حميد بن دويس الشامسي. المركز الثالث التقدم أيها الحبل الكريم من خلال تواجد مشاهدي الأعزاء وكان عاني
سالم سعيد بن عمال مهيري خلف المركز الثالث، المركز الرابع ايضا تدخل وقدوم مع الحذر علي بن احمد بن مانع بن رحمه الشامسي خلف المركز الرابع والمركز الخامس الذي ايضا استطاع يخطف المركز الخامس وتقدم اللي هو ايضا طلوع ومبارك بن ميثان مخلفان الشامسي. هذه هي نتائجنا للمراكز الخمس الاوائل، ساعات وصولها عبورها نحو خط النهايه 4:29 مع اللي هو قحيصي ناصر بن حمد بن سيل الخيري. تهاني والناموس على هذا الفوز والانتصار.